لا يجرؤ محدودو الدخل هذه الأيام على الاقتراب من أسواق بيع السمك، فلهيب الأسعار أجبر الكثير من المواطنين في محافظة شبوة الساحلية على إلغاء وجبة السمك من موائدهم بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة. والله حال المواطن بائس جدا جدا جدا، في حالة لا يرثي لا يعلمها إلا رب العالمين، حالة ضئيلة جدا جدا. أولا إخواني أنتوا الآن، أنا لقيتكم من أصحاب السمك، السمك الآن الكيلو بكم؟ قررنا يا إخواني نشتريه بالمعقول ونشتريه من أفضل أنواع السمك. اليوم أقسم لكم بالله العظيم نشتري على خم، رجعنا ما عاد قدرنا، يعني حالنا وحال غيرنا في التنك تعبانين. أسعار الأسماك قفزت إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر سمك الثمد إلى أكثر من 10,000 ريال، بينما تعدى سعر الكيلو الواحد من السمك الأبيض 15,000 ريال. ويعزو البعض هذا الارتفاع إلى التدهور المتسارع للعملة المحلية وعدم تسوية أوضاع الموظفين الذين لم تتغير رواتبهم منذ أكثر من 10 سنوات، فضلا عن تأخير صرفها. إقبال على الأسماك في الأسواق يعني ضعيفة، ضئيلة مرة وضعيفة بسبب ارتفاع الأسماك، يعني ارتفاع جنوني. يعني الثمن كان قبل 6 شهور 8 شهور كيلو 8,000 7,000 6,000، الآن يعني 10 12، يعني دبل. الزبائن ما يدروا ايش الحاصل معنا في السواحل من الشروات، ويعتقدون انها الارتفاع من عندنا احنا شخصيا، والارتفاع هناك الشروات الساحلية وصل الحوت الثمد قبل شهر هنا او 20 يوم 1,900,000، يعني ما يتجاوز 70-80 كيلو 90 كيلو. ومع تعدد اسباب ارتفاع اسعار الاسماك في محافظة شبوة، يظل المواطن هو الضحية، إذ بات عاجزاً عن توفير ما تحتاجه أسرته من الأسماك في محافظة تمتلك سواحل بطول 300 كيلومتر وفي أعماقها أجود أنواع الأسماك وأكثرها. عوض صالح، المهرية، شبوة.